منشأة بنيوية مهمة تلك التي دشنها جلالة الملك اليوم. المدار الجنوبي الغربي للدار البيضاء من شأنه مواكبة التطور العمراني الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة وتعزيز بنيتها التحتية بما يكرس محورية أهمية تنمية الطرق كطريق نحو التنمية. الدور ديالو هو غادي يخفف السير في العدد ديال الشوارع اللي تضعف الضغط ديال السير كشارع غاندي طريق ازمو، بحيث ان الناس اللي غيكونوا مثلا جايين من مناطق اخرى وجايين لدار عزه ولا الحي الحسني ولا ليساسفه ولا سيدي معروف غادي يمكن لهم يدوزوا من هاد الطريق هادي في واحد الوقت وجيز، عوض ما غادي يديروا مثلا ساعه ديال الطريق غادي يمكن لهم يدوزوا من هنايا في اقل في ربع ساعه و10 ديال الدقائق. الهدف منه بطبيعه الحال هو مواكبه الحركيه ديال التنمية الحضرية اللي كتعرفها المنطقة بكاملها، ثم أيضا مواكبة اليوم لمشاريع الضخمة على المستوى السكاني. ما ننسوش بأن هناك مشاريع سكانية اللي كتعرف إقبال ديال مئات الآلاف ديال المواطنين، وبالتالي كان لابد أنه يكون هذا المشروع اللي كيخلي المواطن عنده واحد الإمكانية أن يلج إلى الشبكة الطرقية بطريقة سلسة. 253 مليون درهم كلفة المشروع، وستكون له انعكاسات إيجابية على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وعلى المنظومة البيئية وكذا على مستوى التهيئة الترابية، ما يسهل ويحسن من تنقل الأشخاص والبضائع. مزيان الطريق غادي تسرح، ما بقاش غادي يكون الزحام وداك الشيء. أنا مزيان الطريق الحمد لله. هادي يعني داروا شي مصلحه مزيانه، ما عمر كنا ناويين غادي تكون لوطوروت من هنا للطريق الجديده. المغرب جعل من تطوير وعصرنة الشبكة الطرقية والطرق السيارة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاندماج الجهوي والمحلي، لتساهم بشكل فعال في جلب الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل وتثمين المجالات ومعالجة إشكالية السلامة الطرقية.